لقاء متواصل ومستمر دائما معنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه. نمشيو مباشره ناخذ معنا لاله هند من الدار البيضاء. صباح الخير لاله هند، مرحبا بك. وي صباح الخير لاله، صباح النور. الحمد لله، الله يطول عمرك. تفضلي. تنشكركم بزاف على هذا البرنامج، الله يجزيكم بخير. تنشكر بزاف استاذ احليمي. مرحبا هند. الله شكرا، بارك الله فيك. عرفتك بغيت نسولك على بنتي وعليا. دونك بنتي عندها الوزن ديال 75 كيلو. شحال الوزن، شحال العمر ديالها؟ دابا عندها 14 عام. نعم، شحال الوزن قلتي ليا؟ 75. داكو. وعندها طول 1.55 متر. عارفه بلي بنتك عندها الوزن زايد ياك؟ عارفه بان عندها الوزن زايد. نعم. ودرت لها ليموغلوبين لقيتهم 10.60، 10.20 مؤخرا. ياك؟ لا، واش ليموغلوبين جليكي او لا ديال ليموغلوبين؟ لا ليموغلوبين ديال ان اف اس. شحال عندها؟ وعندها لافيريتين 4.9، وعاودت لها التحليله لقيت عندها 8. واخا البنيته بلغات مازال؟ لا بلغات، هذه 2 ans، دابا بادية في لا 3e année. داكوغ. وعندها حتى فيتامين دي، عندها 16 نانوغرام. شحال؟ 16 نانوغرام. واخا واخا. انا ديتها عند ليماتو ودابا عطاها واحد الدواء ديال فقر الدم ياك؟ واحد الدواء واحد هذاك الحمض الفوليك ياك؟ وعطاها حتى المغنيزيوم، ولكن قال لي خاصني الاحسن ندير لها، حيت الكريات الحمراء عندها هابطين، قال لي ضروري ندير لها داك السيروم ديال لو فيغ. واخا الفجائم، الحجم ديال الكريات الحمراء عندك فكره عليه؟ لا ما عنديش دابا معايا تحاليل. داكوغ. واخا الدوره الشهريه عندها مقاده؟ لا ما مقاداش، تجيها بحال دابا تجي ديتها عند جينيكو، ما عندهاش الحمد لله تكاليف المبيض ياك، حيت عندها شويه الشعر زايد وعندها شي حوايج، ولكن ما قال لي ما عندهاش تكاليف المبيض، حيت درت لها لي زاناليز كاملين ديال لي زغمون. واخا واخا لاله هند، نخليو فرصه للاستاذ باش يجاوبك. تفضل الاستاذ. مرحبا. شوف احنا ماشي باش نخوفوا الام، هي فقط باش نحطوها في المسار الصحيح. الوليد البنيته اختي سكينه عندها وزن اللي هو عالي جدا مقارنه بالعمر ديالها، كنقولوا 14 عام يعني 70 كيلو، راه بزاف، راه بريسك لو دوبل. باش نشيروا لهذه المساله هذه، 14 عام البنيته ديال 14 عام راه الوزن لو ماكسيموم اللي خصو يكون فيها سي 40 كيلو، باش نكونوا عارفين هذه المساله. هذا ماشي يعني يخلينا نخافوا، حيت الا خفنا ما نديروا والو. السياسه العلاجيه ما عمرنا خصنا نمشيو لها بالخوف. خاطر هذه الماده وهذه الماده خاطر، لا ماشي بهذا الاسلوب، هذا كنمشيو باسلوب الشرح واسلوب اعطيني الحل. البنيته ديالك عندها الوزن زايد، الجميل ان البنيته ديالك الي اون بلان كرواسونس، 14 عام باقي الجسم ديالها ينمو، فالله يجازيكم بخير. حنا راه غادي نهضروا على الوزن ديال الوليدات، راه الناس الكبارين، وشوف شنو كنقولوا، راه وصلنا للحلقه الخامسه على لو ريجيم بين قوسين، فما بالك ندخل انايا الوليد في نظام حميه ديال الحرمان. الوليدات كما الكبار كنديروا معاهم، ودغيا الحل كيجي مع الوليدات. علاش؟ لانهم اون بلان كرواسونس، الجسم ديال الوليدات ايجابيا وسلبيا كيستجب دغيا. يعني لا قدر الله درتي شي حاجه خايبه، مثلا هرمونات، مثلا اكل غير جيد، الجسم دغيا كيستجب. كما انه اذا درتي شي حاجه زوينه الجسم دغيا كيرياجي، وهذه يعني النقطه عندها دوبل فاس، يعني ردوا البال. الوليدات كنديروا لهم التوازن الغذائي، الوليد خصو يكون عنده فتره ديال النمو، خصو التوازن الغذائي، غير هو كيكبر. دونك هكا كنشتغل انا مع الناس فيما يخص الوليدات. الوليدات مثلا البنيته في عمرها 14 عام، ما غاديش نقول لها انا وجبه نقصي حميه، لا، كنعطيها التوازن الغذائي. الجسم كيفقد الماء، مي كيفقد الماء كيولي داك الساعه كيتعامل مع الدهون، وكيولي داك الساعات هو كيطوال والجسم كيتقاد، الوليدات كيطوالوا والجسم كيتقاد. البنيته عندها ان بروبليم
ديال ارتفاع التستوستيرون. واخا اختي الكريمه ما عندهاش لي زوفير بوليكيستيك، ولكن الا مشات هكا غديرهم لك، يعني في 16 عام 17 عام غتلقايها باللي عندها تكيس المبيض. واخا فهاد التكيس المبيض فباش ما نوصلولوش خاصنا ضروري نمشيو اولا تتبع طبي، زائد اننا نبعدوا الوليدات على سكون نابيل لي بيرتورباتور زوندوكرينيا، اولا المواد اللي تبعثر الهرمونات عند الطفله ولا الذكر ولا الانثى، اللي هما هذيك المقله اللي كتلصق فيها البي اف او ان، البلاستيك فيه البيسفينول ا والبيسفينول اس والفطالات، لكن الهرمونات اللي كاينين في بعض المواد الغذائيه منها السوماتوتروبين بوفين ريكومبيني، كاينه بعض الطيور اللي كتربى بالدايل ايتايل ستالبستيرول، ربما اسماء غريبه لكن هذا هو الواقع. هادو ما سميتهم يعني اشباه هرمونات اللي تتلاعب بالهرمونات ديال الانثى وكتخليها تبلغ وتخليها زيد الوزن وتخليها شي كامل. هذا البنيته عندها الهيموغلوبين هابطه لان الدوره الشهريه ما مقداش، الدوره الشهريه ما مقداش بدات كتقول الام ديالها بلي بدا كينوض لها الشعر في اماكن اللي ما خصهاش تكون، هذا ارتفاع التستوستيرون. و الى مشينا للمرحله المواليه غادي يكون عندها لي زوفير بوليكيستيك. اذا انت شنو غديري؟ غادي تمشي تتبعي مع المختص. مالوغوزمون بنيته في 14 عام خصنا نديوها عند جينيكولوج. شتو المجتمع يعني شتو يعني علاش باش نحلوا المشكل ديال الدوره الشهريه، في حين اننا احنا لو تبنينا، انا ماشي كنعاتب الام، انا كنعاتب راسي كواحد من المجتمع، كنعاتبوا راسنا حنايا للوسط اللي يعني بجانب تقديم النصيحه ولا الوسط العلمي ولا الوسط الاجتماعي، خصنا ان افور دو بلوس، خصنا مجهودات اكثر، خصنا نوصلوا للناس نخليوهم انهم يطمئنوا اننا نوصلوا المعلومه الغذائيه بدون خوف، ان نخليو الناس انهم تعطيهم معلومات عمليه اللي تسهل عليهم الحياه ديالهم وتخليهم. هي فعلا صعيب تحقيق المعادله، ولكن كونوا متاكدين، انا كنهضر على راسي شخصيا، ما عمري نعطي شي نصيحه في برنامج الصحه والسلامه الا ما كانتش قابله للتطبيق. ودابا انا مثلا كاين بعض السلوكات كدار دابا خاطئه ما نقدروش نهضروا عليها، علاش؟ حيت ما عندناش الحل. بعض الامور باش نكونوا واقعيين، فاي معلومه تعطى في البرنامج هي قابله للتطبيق، حيت مثلا نعطيك مثال، احنا غادي نعاودوا نرجعوا لها. مثلا اختي سكينه المبيدات، الا جينا نهضروا على المبيدات ما نخليو الناس ما ياكلوا، شكونوا واقعيين. دونك شنو حنا غنديروا حلقه على المبيدات، مي غادي نديروا لها مخرج واحد اخر. المبيدات شنو حنا غنشتغلوا؟ نعم غادي نديروا نعم، لان المبيدات حل ماشي ديالنا حنا في برنامج الصحه والسلامه، حل ديال البشريه كلها، البشريه والسياسات، لان ملي كنقولوا مبيدات دخل فيها التغذيه ودخل فيها الفلاحه ودخل فيها السياسه في العالم كامل. خصها تكون واحد لا فولونتي، خصها تكون واحد الاراده سياسيه فلاحيه غذائيه. عاد نولي انا كمختص في التغذيه، ما كاينين اللي يقدر مثلا نقولوا لا خصك تمشي تفلح راسك، واش كلشي قادر يفلح راسه؟ دونك شنو كنديروا؟ كنعطيو معلومات الانسان يقدر يديرها، لكن واش عارفين باللي الجسم يتخلص من واحد النسبه ديال المبيدات؟ ما تاخذش نسبه كبيره ونشط مفعول ونظام ازاله المبيدات والميتولوغ في الجسم ديالنا. كيفاش غنديروا لها هذا الحل ان شاء الله؟ وهذه المعادله غادي نحلوها ان شاء الله في حلقه خاصه فيما يخص المبيدات، لان هذا السؤال يعني طرح عليا كثيرا هذا السؤال هذا، وان شاء الله كاين الحل. غير هو كل شيء في الجسم ديالك، مثلا كتلقى واحد مثلا غياخذ الازير، واحد يضرو واحد يدير له تسمم، سا ديبون على حساب الكبد ديالك. الناس دابا كيقولوا الاعشاب، الاعشاب واخا الاعشاب عندها لي دو كوتي ايجابيه وسلبيه، لكن نتايا واش جهزتي لجسمك انه ياخذ هذا الشيء هذا؟ كاين اللي تعطيه، فوالا كاين اختي سكينه اللي تعطيه الشيء حيموت لك سور بلاص، سي فغي. علاش؟ لان عنده الكبد ساتوري. واش واحد عنده كتلقى واحد يجي يقول لك لا خذ الشيء نخذوا هذه نخذوا هذه الزيت الاساس ديال هذه، ولكن هذا السيد هذا واش شفتي له الكبد ديالو اللي عنده لاستياتوز ايباتيك راه ممنوع ياخذ هذا الشيء هذا. واحد عنده كبد قوي نعم يقدر يسيبورتي، حيت لا دوز كي في لو بوازون راه ماشي من غير لا دوز لو تيغان ديالك انت، واش جسمك قادر يتحمل هاد السياسه العلاجيه؟ كيمشي مثلا انسان يشري واحد المنتوج كيقول لك انا غنحيد به السموم، الكبد ديالك واش عارف لي دوز ايتاب ديالهم؟ راه يقدر الكبد في المرحله الاولى يخرج لك السم اللي هو يسبب لك مشكل كبير الا ما عرفش يتعامل معاه، ويرميه في الدم ويدير لك مشكل على مستوى الدماغ. الله يجازيكم بخير، خصنا نجلسوا اطابل وناقشوا هادشي بشكل علمي وبشكل عملي، وما نعموش. وكما قلتي اختي سكينه هذا ما كيشبه هدف السياسه العلاجيه. بنيته ديالك اختي الكريمه تبعي مع المختص،
النصائح اللي هضرنا عليها ورحنا باقي كنهضروا على الوزن، غنقدروا ندوزوا موسم كامل في برنامج الصحه والسلامه على الوزن، ولكن ثقتي انا في المستمعين في لا موتيفاسيون ديالهم وفي الذكاء ديالهم ومنسوب الذكاء ديال المستمعين، ثقتي فيهم كبيره ان من خلال هذه النصائح ولو انها مختصره فقادرين انهم يمشيوا ويطبقوها. وقلت انا دائما احنا لا نعطي معلومه غير قابله للتطبيق، فان شاء الله اللي غادي احنا كنحاولوا نميلونجيو بين ما هو موتيفاسيون بين ما هو بزاف الامور ما يكون ثقوبيه. نعم. ان النتيجه احنا عندنا كاين الناس اختي سكينه اللي عاشوا تجربه مريره لكن اصبحت من التاريخ، والحياه دائما فيها امل، واللي يقطع الامل راه كيقطع الحياه في الانسان. خليوا الامل عافاكم والامل في كل شيء، لان الامل في الله سبحانه وتعالى. ومادام الانسان حي كل شيء ممكن يتغير، في اي لحظه ممكن نغيروا، في اي لحظه ممكن نصحوا. الانسان مادام كيفيق الحمد لله بالصحه ديالو كيف ما كان الحال ديالها، كل شيء ممكن يتغير وكل شيء قابل انه يتغير مادام النفس كتطلع وكتنزل كيف ما كنقولوا. طيب نختموا باخر مكالمه لاله ناديه من طنجه بعجاله. مرحبا بك لاله ناديه. وي السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على النصائح اللي كتقدموا لينا. السلام عليكم استاذ احليمي. مرحبا. داكشي اللي كتعملنا هذه النصائح ديال كلها ان شاء الله ميزان حسناتك ان شاء الله. امين يا رب. بارك الله فيك. انا سيده كنت تكلمت معك ديجا قبل استاذ احليمي، كان عندي مشكل ديال المعده ديال الامعاء. كنت قلت لك على قلتي لي عملت تحليله ديال جرثومه المعده، وهي كانت خرجت نيجاتيف. المهم التحاليل كلهم حتى ديال لي سال عملتهم بالنسبه لهذا الامعاء. المشكل ديالي دابا ديال هذا النقص، انا غادي هذا عندي ربما خارج هذا الحصه ديالك، انا عندي نقص في هذا في الوزن، عندي تقريبا عام ونص هذه ملي بديت كنعالج على هذا الشيء ديال المعده وديال الامعاء، وعندي يعني نقص في الوزن ما بغاش يعني يرجع لا نورمال. واخا نوجهك ان شاء الله، انا نوجهك ان شاء الله باذن الله. مرحبا تفضل يا استاذ. هو شوف ان شاء الله من بعد بحكم ضيق الوقت من بعد ان شاء الله هذه الحلقات ديال الزياده في الوزن، حنا كنهضروا على تعديل الوزن، يعني راه جاي حتى المواضيع ديال الوزن الناقص. و سي فغي انا السيده يعني تحدثت على الموضوع ديالها، فعندنا مواضيع على انقاص الوزن هذه مهمه بزاف. ما عندكش جرثومه حله زوين، ولكن بوتيتغ يكونوا عندك دي بارازيت، بوتيتغ يكون عندك الكونديدا البيكون، هادشي كامل ان شاء الله نطرقوا له في مواضيع من بعد، لان حنا دائما كنهضروا على تعديل الوزن. تعديل الوزن يعني انت كتحاول تكسب واحد الوزن اللي الجسم ديالك تسمى لو بوا فيزيولوجيك. هادشي كامل ان شاء الله لنا عوده في هذا الموضوع هذايا. فقط في اخر الحلقه كنتمنى من الناس التصالح اولا مع الله، مع ذاتك ومع الاخر. شتي هاد العلاقات بثلاثه هو المثلث الحياه ومثلث التوازن. تكون دير زوين مع سيدي ربي، ودير زوين مع الاخر، ودير زوين مع ذاتك. شتي الناس الاخرين والله ما خايبين، شتي اللي كيقولوا الناس هذا خايب لا هذا زوينه، هذيك لانتربريتاسيون ديالك. حق تدخل في عمق الانسان دائما كاين البذره الزوينه، ولو الانسان كيف ما كان نوع. كل واحد فيه الزوين وفيه الخايب، حنا اللي كنختاروا واش نغلبوا الزوين ولا نغلبوا الخايب. البشر واعي. انت شنو كتختار انت؟ مثلا انا مثلا واحد الشخص مثلا انت خرجتي منه لو كوتي خايب، الحق واحد اخر بالضبط. دونك ربما تكون المشكله فينا حنايا. دونك علاقتنا مع الله، علاقتنا مع الاخر، علاقتنا مع ذاتنا، شي هاد العلاقات بثلاثه غيوصلوك لواحد الحاجه زوينه، انك تفهم فلسفه الحياه. ولا فهمتي فلسفه الحياه غتكون عندك الحياه لافي ماشي لا سورفي، لان كاين اختي سكين اللي عايش، كاين اللي غادي، كاين اللي كيتعايش هامش الحياه، غادي على هامش الحياه. كاين اللي عايش وكاين اللي كيتعايش. بالضبط. مرحبا. شكرا جزيلا لك استاذ لاله، اختك نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في حلقه غدا ان شاء الله باذن الله. اكيد انه كان معنا ومشرفنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه.